الى الموسم الماضي والموسم الحالي هو موسم في مرحلتين مرحله ما قبل امم افريقيا ومرحله ما بعد امم افريقيا ان شاء الله يوم الاربعاء النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا جدا امام نادي المقاولون العرب ان شاء الله تكون هي دي مباراه التتويج بلقب الدوري العام النادي الاهلي عنده دايما بطولتين عنده بطوله الدوري المصري الممتاز وعنده بطوله القمه مباراة الأهلي والزمالك هي قمة قمة في الاحترام قمة في الأدب قمة في السلوكيات قمة في الأخلاقيات وقمة في الفنيات الأحسن دايما هو اللي بيفوز التنافس فيها وليست خصومة فريقين عندهم أسامي على أعلى مستوى الجهاز الفني أكيد على أعلى مستوى بالتالي نتمناها إن شاء الله أنها تكون قمة محترمة طليق بالكرة المصرية كلام طبعا سابق لأوانه لكن هم دول الماتشين المتبقيين لازم اتكلم وادي كل واحد حقه نادي المورين العرب واحد من الانديه اللي عرف يعمل موسم محترم جدا مع كابتن عماد النحاس عرف ايضا يوصل لمرحله متقدمه جدا في جدول الدوري المصري الممتاز مباراه الزمالك مباراه قمه ومحدش يختلف عليها لا فنيا ولا نفسيا مباراه بايا كان او ايا كان ايه نتيجه اللي هتكون قبل مباراة الأهلي والزمالك تعتبر مباراة الأهلي والزمالك مباراة بطولة لوحدها زي ما حضراتكم شايفين ساعات كتيرة جدا الأهلي كان دايما بيفوز ببطولة الدوري العام قبل مباراة الأهلي والزمالك لكن تتبقى مباراة الأهلي والزمالك عند الجمهورين مباراة ليها قمة خاصة ليها طابع خاص وليها مذاق مختلف تماما إن شاء الله نتكلم سريعا على معسكر أسبانيا بقى ونطمن كل جمهور الأهلي على المعسكر ونحكي لحضراتكم الكواليس المعسكر بدأ يوم السبت يوم 6 7 6 يوليو 2019 توجهت البعثه من مطار القاهره الى مطار اليكانت في اسبانيا كل شيء كان مجهز كل شيء كان على اعلى مستوى وصلنا المطار من المسافه من المطار الى معسكر وفندق الفريق اعتقد كان حوالي 50 دقيقه بالاتوبيس بصراحه الفندق كان على اعلى مستوى الفندق حاجه طليق بالنادي الاهلي فندق خمس نجوم اقامه على اعلى مستوى لاعبين طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل لاعب بيكون حريص على انه يكون مع يعني بيختار اللاعب الاخر فدي بيكون حضراتكم عارفين بقى كل واحد بيستريح مع مين او كل واحد بيحب ان هو يكون موجود مع مين فكانت ثنائيات دمها خفيف ثنائيات كلها تركيز بالمناسبه ده اللي احنا هنتكلم عليه مع كابتن اسامه حسني المعسكرات بتقرب اللعيبه جدا من بعض المعسكرات بتخلي اللعيبه وجهات نظرها قريبه جدا من بعض في الملعب فكرهم قريب من بعض بتجمعهم لاعب كره القدم بيقعد مع زمايله وبيقعد مع الجهاز الفني وبيقعد مع فرقته اكتر ما بيقعد مع اهله في البيت، وبالتالي مدى الود والصداقه والحب اللي بيخلقها المعسكرات دي اكيد لاعب كره القدم بيكون حاسس بيها، وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم غرف النوم على اعلى مستوى، الاكل كان كله على اعلى مستوى، نظام غذائي جيد جدا اعتقد ان مستر مارتن لاساتي والكابتن سند الحفيظ والجهاز الفني والاداري كله كان حريص ان هو يختار الاكل ويختار نوعيه الاكل ويختار جرعات الاكل اللي تبقى موجوده والدكتور خالد طبعا كان حريص جدا ان هو يبقى عارف ايه اللي يكون موجود في الفطار وايه اللي يكون موجود في الغداء وايه اللي يكون موجود في العشاء فطار كان الساعه 8 الصبح بنتجه بعديها الى التدريبات اللعيبه بتكون موجوده على الفطار بلبس التدريب الخاص بيها بتنتقل بعد كده للتدريب مباشرة، بنرجع بيبقى في شوية وقت بسيط جدا لبعض اللعيبة اللي عايزة تعمل استرخاء، اللي عايزة تنزل حمام السباحة، اللي عايزة تنزل الجاكوزي، اللي عايزة تنزل السبا، بعديها بيكون في تجمع على الغداء، زي ما بقول لحضراتكم كل حاجة محطوطة للنادي الأهلي فقط في القاعة الخاصة بالنادي الأهلي، فقط تلزم النادي الأهلي، الجرعات الغذائية، نوعية الأكل، الزيوت التفاصيل الصغيره جدا جدا اللي حضراتكم ممكن ما او ممكن ما تبقوش عارفين عنها الكتير لكن كل شيء محسوب بشكل محترم جدا اللقاءات الوديه ثلاث لقاءات وديه التدرج من المستوى من الاضعف للاقوى للاقوى وبالتالي كمان الاطمئنان على كل حاله اللاعبين سواء اللي ان شاء الله يكونوا جاهزين للقاء المقاولين العرب او حتى اللعيبه اللي بتجهز للموسم القادم زي ما حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي مسافر بالفول تيم ما عدا اللعيبه الدوليه الفول تيم بنتكلم على ان اللعيبه الجاهزه واللعيبه حتى الجاهزه ومش متاحه ليه مباراه المولين موجوده يعني حسين السيد موجود مؤمن زكريا موجود عمار حمدي موجود كله كان موجود وحريص على انه يكون متواجد علشان الروح تبقى واحده والدليل على كلامي عوده الدوليين لعدد ايام قليل جدا جدا طيب ايه السبب هل في حد فكر ايه السبب ان الدوليين يكونوا موجودين ييجوا السبت يقعدوا الحد والاثنين ويمشوا الثلاث ممكن حد يقول ملهاش لازمة ان الدوليين يكونوا موجودين وانا اعتقد ان الفتره اللي لو كانوا موجودين في القاهره وبداوا ان هم يتمرنوا ممكن يكون ده افضل لهم اقول لحضرتك لا مع كامل الاحترام ليك لكن وجود الدوليين بوسط زمايلهم بعد الروح السلبيه اللي مروا بيها خلال وجودهم مع منتخب مصر كان مهم جدا جدا يكونوا موجودين في المعسكر حتى لو عدد ايام قليله جدا علشان يخشوا في الاجواء الايجابيه الاجواء التي تؤهلهم ان شاء الله للفوز ببطوله الدوري العام المصري هذا الموسم بطولة صعبة جدا وموسم طويل نادي الأهلي ابتدى الموسم بمؤجلات بطولة أفريقيا وبالتالي كان في يعني تقدم وتراجع مش تراجع بسبب النتائج لا تراجع بسبب تأجيل المباريات وعدم الانتظام في بطولة الدوري المصري الممتاز عشان كده بقول لحضراتكم الاهلي فرط في القمه مرتين لكن فرط فيها غصب عنه لكن لما عاد الاهلي صعب انه ينزل تاني منها ان شاء الله بعون الله عشان كده بقول لحضراتكم الروح كانت واحده الروح حتى روح لعيبه منتخب مصر او روح لعيبه اللي كانت بتتابع وتشاهد لعيبه منتخب مصر في مباراه جنوب افريقيا اللي كنا حريصين ان البعثه كلها تشوفها وتتفرج عليها كان شعور حزين جدا بخروج المنتخب لكن الرباعي الاهلاوي اعتقد انه ادى بشكل محترم جدا مش بس الرباعي الاهلاوي رباع كل لعيبه منتخب مصر بصراحه يعني انا اكيد يعني ما حاجه ان احنا نقدر نقولها غير ان كان في بعض الظروف وبعض المشاكل اللي هنتكلم عليها لكن انا مش بحب دايما اتكلم بشكل سلبي على خلاص حادث مر وخلص بعض السلبيات اتكلمنا عليها وبعض المشاكل الفنيه اللي كانت موجوده لكن لعبة منتخب مصر اكيد كلنا عندنا يعني يقين من جوانا ان هم ما تخزلوش ابدا لكن بعض الامور الخاصه بالمعايير الفنيه الاختيارات الفنيه والقياده الفنيه داخل الملعب وخارج الملعب اعتقد ان هي دي اللي اثرت على منتخب مصر كنا نتمنى ان منتخب مصر يوصل لابعد مدى ممكن في البطوله لكن هو ده حال كره القدم لعبة الدوليه وصولها كان شيء مهم جدا كابتن شناوي ايمن اشرف وليد سليمان وايضا مرام محسن كان وجودهم مهم جدا جدا والاهلي او النادي الاهلي كان حريص على انه يكون الجرعات الخاصة بلعيبة الدولية تكون جرعات مع حسين عبد الدايم في معظمها في الجيم علشان ما ياخدوش حمل تدريبي عالي وبالتالي يحصل لهم بعض الاصابات او بعض الاجهاد في العضل الخاص بيهم. كمان هنتكلم على اللقاءات الوديه وبنتكلم على تشكيل المباريات اللي الاهلي لعب بيها، الاهلي كان عنده بعض يعني بعض اللعيبه اللي لعبت في غير مراكزها وانا اعتقد ان من اهم المكاسب وجود باسم علي في مركز الظهير الايسر اللي عمره اللي عمرنا ما اتفرجنا عليه في مركز الظهير الايسر لكن شارك ولعب بالتبادل مع علي معلول عارفين ان الاهلي عنده اثنين لعيبه ناحيه الشمال غير علي معلول عنده حسين السيد لكن حسين السيد مش هيكون موجود الموسم الحالي بسبب رجوعه من الاحتراف في الدوري السعودي وايضا كانت اصابه محمود وحيد واللي بالتالي نزل بعض الشيء في التدريبات الجماعية لكن عودته بعض الإجهاد والإصابة البسيطة جدا وبالتالي كان صعب أن يتم آم يعني آم تجهيزه في لقاء من اللقاءات الودية عشان كده بقول لحضراتكم من أهم المكاسب باسم علي ووجود باسم علي في مركز الظهير الأيسر النادي الأهلي لعب ثلاث لقاءات اللقاء الاول امام فريق سمارت سوكر او سوكر سمارت الاسباني لعب بتشكيل متوازن من الواضح ان مستر مارتن كان عايز ان هو يعني يجرب ويطمن على بعض العناصر لعب علي لطفي في حراسه المرمى احمد فتحي محمد نجيب رامي ربيعه علي معلول عمرو السوليه وحمدي فتحي وخط الوسط الهجومي صالح جمعه حسين الشحات رمضان صبحي وفي الهجوم وليد ازارو ده بالنسبه للتشكيل المباراه الاولى المباراه الاولى زي ما حضراتكم شايفين بنتابعها وبنشوفها وهنشوف بعض الاهداف وبعض الملخصات اللي, هن... اللي حضراتكم يعني اللي ما تابعش يتابع لكن اعتقد ان حضراتكم كلكم تابعتم سواء على السوشيال ميديا او سواء على اذاعه المباراه على قناه الاهلي لكن كل الامور ماشيه بشكل رائع جدا. طيب عايز اروح لنقطه مهمه جدا بعد ما نتابع الماتشات واقول لحضراتكم على تشكيله الاهلي امام فريق نيوبورت كاونتي. طبعا وليد ازارو زي ما حضراتكم شايفين بصراحه وليد ازاره وغيره من